لازم دي من ضمن الحاجات اللي بيتم دراستها. لو ارتكب خطأ، يعني مثلا لو عربية ذاتية القيادة قتلت حد، طب المسؤولية هنا تقع على مين؟ وهكذا. يعني كل ما يدور بتأثير الذكاء الاصطناعي على البشر وعلى البيئة بيندرج تحت دراسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. جميل جدا. طب كلميني يا دكتور مروة اكتر عن دراستك بشكل مفصل يعني. أنا التركيز أكتر في الدراسة عندي على إزاي نقدر نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تأدوبت ما نسميه Responsible Artificial Intelligence، أو الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخضر في نفس الوقت. إزاي الشركات الصغيرة والمتوسطة تقدر إنها تكون عندها المقدرة إنها تفهم إيه أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. بشكل مبسط جدا ليه ده مهم، دول او ريجنز او زي مثلا الاتحاد الاوروبي حاليا اصدروا القانون الخاص بالتنظيم اللي هي المنظومات الخاصه بالذكاء الاصطناعي، وايه اللي يمكن استخدامه وايه اللي هيتم منعه. فاي شركه صغيره مش مطلعه او مش عامله الدراسات الخاصه بيها في مجالات الاخلاقيات الذكاء الاصطناعي ممكن تقعد تشتغل وتصرف كتير جدا على انها تطلع منتج، في اخر المنتج ده سيتم رفضه تماما نتيجه لمخالفته للاخلاقيات الذكاء الاصطناعي. نعم. الشركات الكبيره اللي هي زي مايكروسوفت او جوجل او اي بي ام وغيرهم من الشركات الكبيره عندهم فرق من الباحثين بتدرس الموضوع ده بقى، يعني بقالهم يعني سنين، وعندهم فرق عمل في هذا الموضوع. لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسف ما عندهمش نعم. المقدرة والموارد إن هم يكون عندهم فرق بحثية تشتغل على الموضوع ده. وده دورنا إحنا، يعني ده دور فريق البحث بتاعنا اللي أنا شغالة معاه، إن إحنا بنساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة إن إحنا نبني منظومة زي إيكو سيستم كامل حوالين الشركات الصغيرة والمتوسطة، يساعدهم على موضوع الأدوبشن ده، إن هم يقدروا يكون عندهم منتجات جرين ريسبونسبل مسؤولة وخضراء في مجال الذكاء الاصطناعي. نعم. طيب دكتور مروة، أنا عارف إن حضرتك يعني في طريق بإذن الله لمناقشة الدكتوراه أو لإعداد رسالة الدكتوراه، عايز أعرف عنوانها ممكن يكون إيه، أو إن كان جاهز بالنسبة لحضرتك، وإزاي ممكن يمثل إضافة فيما يتعلق بمنظومة البحث العلمي وخدمة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشر. هي اسمها كده يعني بالعربي، يعني في الطريق إلى الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخضر، يعني منظومة الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخضر هو ده العنوان للشركات يعني. الصغيرة والمتوسطة. يعني لو ترجمت بالعربي باختصار شديد بطريقة مبسطة هيكون ده. طيب انا عايز اعرف منك يا دكتور يعني الاخلاقيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الى اي مدى هي مطبقة في العالم من وجهة نظرك يعني؟ طبعا احنا بعد شات جي بي تي الدنيا اتقلبت جامد جدا، طبعا والحديث بقى شديد جدا او الجنريتيف اي اي، والموضوع بقى الزخم والموضوعات حوالين الموضوع ده يعني قلبت الترابيزه زي ما يقولوا. يمكن قبل شات جي بي تي كنت لما بقول لحد انا شغاله في المجال ده ما كانش حد مدرك قوي انا يعني ايه، طب انتوا بتعملوا ايه. الى ان جاء شات جي بي تي. حاليا الحكومات كتير كانت قبل يعني قبل 2022 او قبل شات جي بي تي كانت بدات تطلع استراتيجيات وتبتدي تدرس الموضوع بتاع اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. من انشط الدول يمكن كندا من انشط الدول في الموضوع ده، والاتحاد الاوروبي كان ابريل يعني ابريل 2021 كان بدا يحط النواه لاعداد القانون الخاص بتنظيم اخلاقيات الذكاء الاصطناعي نعم. وتصنيف الذكاء الاصطناعي الى مثلا لا ده في انظمه لا يمكن استخدامها مثلا خالص، ممنوع استخدامها. على سبيل المثال اللي هي الانظمه اللي فيها الفيسيال ريكوجنيشن، او اللي هي بتحدد اللي بتشوف الوش وتمييز الوش، دي من الانظمه اللي هي طلعوا انها خلاص ما ينفعش تستخدم لانها بتشكل تهديد. وهكذا. لما جاء بقى شات جي بي تي دول كتير كانت متأخرة بدأت تسرع جدا جدا في انها تصدر الاستراتيجية، تبتدي تشتغل على القوانين والاستراتيجيات الخاصة بتنظيم اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وبدأ الاتحاد الاوروبي يسرع من بدل ما هي كانت مجرد الفريم ورك او اطار العام للموضوع الاخلاقيات، ان هم يصدروا قوانين تطبق بقى خلاص على الشركات زيها زي اللي هو الجي تي بي ار، ويبقى فيه بقى غرامات والله يا دكتور وحاجات مروة كده. يا رب يكتب لنا كل الخير، الناس كلها يعني قلقانة من الذكاء الاصطناعي
والخوف ان هو يقود البشر بشكل كامل. فباذن الله طبعا من خلال الاخلاقيات التي لابد ان تطبق، كل مهنه طبعا فيها اخلاقيات ولكن قلما تطبق، ولكن باذن الله فيما يتعلق بالتحول الرقمي او حتى الذكاء الاصطناعي احنا محتاجين جدا لهذه الاخلاقيات حتى لا نقاد من خلال هذا الذكاء الاصطناعي.